في العاشر من أكتوبر من كل عام تحتفي منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية، وتتخذ هذه المناسبة فرصة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية. تم الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية لأول مرة في العاشر من أكتوبر عام 1992 كنشاط سنوي للاتحاد العالمي للصحة العقلية، وكان الهدف منه تعزيز الدفاع عن الصحة النفسية وتثقيف الناس عن الأمراض العقلية، ولم يكن يحمل موضوعاً محدداً للتوعية. وفي عام 1994 تم تخصيص موضوع لهذا اليوم، وكان يحمل عنوان تحسين جودة خدمات الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم. أهداف اليوم العالمي للصحة النفسية: يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بقضايا الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم وحشد الجهود لدعم الصحة النفسية والعقلية، ويوفر هذا اليوم فرصة لجميع الأطباء وأخصائيين المعالجة النفسية والذين يعملون في قضايا الصحة العقلية للتحدث عن عملهم والأمور التي يجب القيام بها لتقديم الرعاية الصحية العقلية بشكل أفضل للناس في جميع أنحاء العالم. ويوفر اليوم العالمي للصحة النفسية الفرصة للحديث عن الصحة العقلية بشكل عام وكيفية قصر وصمة العار المحيطة بالمرض، بالإضافة إلى تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية. من مصر، ياسمين جبريل. هو طبعا اليوم العالمي للصحة النفسية والأرقام العالمية اللي بتتكلم على الاضطرابات النفسية والأعراض النفسية، أرقام الحقيقة كبيرة جدا. يعني منظمة الصحة العالمية بتقول في حوالي 280 مليون شخص عندهم إما أمراض نفسية أو عندهم اكتئاب، يعني رقم كبير جدا. الأرقام في العالم بتزداد، بيتوقع بحلول 2030 هيبقى الاكتئاب النفسي أكثر الأمراض شيوعا، هيتغلب على أمراض تانية كتير جدا بنسمع عنها، هيبقى أكتر من السكر مثلا، يعني الاكتئاب ده بعد 6-7 سنين من دلوقتي. فالحقيقة واضح إن العالم بيمر بأزمة نفسية، إنجاز التعبير، تنامي حالات الأزمات أو الاضطرابات النفسية. محتاجين نسأل ونستفسر في الأمر ده، ولو إن الحقيقة يكفي بس إن الواحد يعني لما يشوف دكتور هاشم بحري أي حاجة أو اضطراب أو قلق نفسي أو توتر يروح، لأن طبعا عزيز علينا. فبنرحب بالأستاذ الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. أنا وسهلا دكتور، ربنا يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب، وانت بألف صحة وسلامة. وحشتنا جدا الحقيقة والله، وانتوا أكثر. الحالة النفسية بتاعتنا بترتاح أول ما بنبدأ الحوار مع حضرتك. ربنا يحفظك ويخليك يا حبيبي. الله يسلم حضرتك. ايه حكاية ال 280 مليون شخص في العالم عندهم اكتئاب دول؟ يعني ده اللي عرفنا نعدهم، لكن بعد كده في ناس كتيرة ما تعدتش، ده اللي اكتشفناهم يعني. طبعا، لا في كتير. هو الفكرة انه الاعداد جاية بس مش خطيرة قوي كده، لانه في التصنيف الخارجي الاوروبي والامريكي والغربي في عندنا نوع من الاكتئاب اللي هو مثلا حد المدير بتاعه زعق له، اتخانق مع اخته، ابوه مضايقه شويه، في الجامعه زملائه مزعلينه، مراته معكنينه عليه. بالظبط، هنا ده اكتئاب على طول، اكتئاب، وده بيصيب عدد ضخم جدا من الناس. يعني محفظتي وقعت فانا زعلان يعني. صح، بره بيروح بقى يتعالج. احنا عندنا ما فيش كده، اول ما حد هيطبطب عليك خلصت. بالظبط، حتى لو ما حدش طبطب هو بيمشي. يعني الدنيا بتعدي. يعني الواحد يروح مثلا يصلي ركعتين لربنا خلصنا. يعني هنا الموضوع العدد ده ضخم قوي عندهم، اللي هو بيسموه عدم القدرة على التأقلم. احنا ما عندناش الحتة دي قوي بالطريقة المفزعة دي. طب ده مش حلو عندنا، ان احنا بنعافر وبنيجي على نفسنا والامر بيزداد. هي مش محتاجة يا دكتور. يعني انت لو انت مثلا عندك واحد من اصدقائك وبتمر بأزمة، ان انت عندك مشكلة في العامل في المواصلات، فبتتكلم في تليفون، بعد ما بتفرغ الطاقة دي تمام بتهدى. دي على الحاجات الأولية بسيطة، حاجات يعني أولية. تمام. خاصة تمام، انه عشان تبقى عارف انه في العلاج النفسي في الحالة دي بالذات تفريغ الكلام عليه 60% من العلاج. يعني لو رحت للدكتور في الحالة دي مجرد ان انا اتكلم عن الحالة من غير هم بتاع بقه 60% اتعالجت. زي ما الواحد بيروح مثلا لجاره وجارته مش عارف ايه فضفضوا وخلصت الحدوث، يمشي بيضحك وزي الفل. الاكتئاب بقى اللي هو المزمن ده بيشكل 7% من الناس. وده اكتئاب بيخلي الواحد مش قادر يتحرك شويه، ما بيبقاش مبسوط شويه، مش عارف يقعد مع اصحابه زي الاول، لكن بيعافر، او ده بقى اللي بيعافر وبيمشي في الحياه وبيزق فيها بس متضايق.
مش مبسوط من مش حاجه مبسوط. مش حاسس بطعم في بقى 1% اللي هو الاكتئاب العقلي ده بقى اللي خطر اللي ممكن بقى يأذي نفسه ويأذي غيره وحاجة كده يعني. هو ممكن الاكتئاب اللي هو اللي في النص ده اللي مقريف مش أيوة حاسس الناس أيوة. كتير تقول حضرتك ايه ربنا مديني نعم كتير بس مش حاسس بطعم الحاجة عندك حق متضايق على طول مش عايز اروح مش عايز اخرج مش عايز اروح فرح مش عايز أيوة. مناسبة صحيح. هل ده ممكن يتطور للحالة الأصعب دي لو اتساب لو اتساب لو اتساب ممكن قوي يتحول فدي بتبقى نوع من انواع الوقايه لو انت عالجت الحاله دي اولا بتريح الانسان ده من التعب اللي هو فيه وبترحمه ان هو يتنقل للاكتئاب اللي هو اللي اشد من كده كنا زمان وكانت دي معافره في مدرسه للطب النفسي بتعتمد على العلاج النفسي ومدرسه بتعتمد على الادويه فكان يقول لك ده نوع وده نوع ده بيعتمد على السيروتونين اللي هو المتوسط وده بيعتمد على الدوبامين فده مش هينقل ابدا مؤخرا قالوا لا ده هي سلالم فعلا والسلمه الاولى اللي هو ان انا مش عارف اتعامل مع حاجه بسيطه بعد شويه نتيجه العجز اللي بقى في شخصيتي اروح داخل على السلمه الثانيه ان انا مقريف طول الوقت ما اتعالجتش هنقل على السلمه الثالثه اللي هو الاكتئاب العقلي العقد ده ممكن يأذي نفسه ويأذي غيره ليه بتسمع بقى ان حد انتحر وقتل ولاده معاه والكلام ده هي دي بقى المرحله الأشد الصعبه أشد بقى المرحله الاشد طيب بدا بقى في ناس كتير نسمع وفي دول كتير ووزارات صحه وحتى عندنا في خط ساخن وبقى في على الموقع بتاع وزاره الصحه بقى في زي استبيان كده بيقول الناس يعرف لو عنده اكتئاب ولا لا صحيح شايف ازاي الاجراءات دي يا دكتور وفكره ان الواحد ما يكسفش ان هو يروح ويقول انا تعبان انا مش مبسوط انا مكتئب اصل هو الفكره انه ساعات الواحد بيعافر ويقول بس سمعتي وهتبقى وصمه عار في حياتي لكن لما بيكون على الكمبيوتر وبتتكلم بيه من غير ما حد يشوفك بيجاوب على اسئله فده مفيد ليه في الدوله لانها بتعمل خطه علاجيه من وزاره الصحه والامانه العامه بتاعه الصحه النفسيه في وزاره الصحه بيعملوا خطه للعلاج لان بيعرفوا الاعداد اللي عندهم شكلها ايه النوعيه شكلها ايه فتبدا خطط الوقايه والعلاج تتحط بناء على المعلومات دي فمن المهم جدا ان احنا نعرف الاعداد عندنا شكلها ايه ونوعيه المرض شكلها إيه؟ وخصوصا زي ما سعادتك قلت من شويه انه في 2030 احنا عندنا في امراض معوقه للانتاج في العالم اشهرها القلب والرئه والدورة الدموية دي الأشهر ده هيتحول إلى الاكتئاب بعد كام سنة هيبقى المرض الاكتئاب هو المعوق الرئيسي للإنتاج في العالم المكتئب مش هيقدر لا يفكر مش هيقدر يشتغل ولا يشتغل ولا ليه نفسه يعمل حاجة لأن بقى النسبة زادت عدد الناس زادوا أو المكتئبين فده هيعطل عجلة الإنتاج في العالم كله فبقى الاكتئاب هيبقى رقم واحد في تعطيل الإنتاج نعم طيب هل إحنا كمجتمع مجتمع شرقي بنقصوا على المكتئب بمعنى ان هو مدبوح من جواه مش مبسوط ايوه ولكن يقعد يتكلم مع حد يقول له يا اخي بطل دلع يا اخي احمد ربنا يقول له ما انا حامد ربنا بس انا تعبان يقول له لا انت مش حامد ربنا انت مش حاسس بالنعم مش هل احنا بنقصوا على الشخص المصاب بالاكتئاب بص هو ليها اشكال كتير قوي يا عمرو مثلا لو الاكتئاب ده في مرحلة الشباب وده الشائع ان يبدأ في مرحلة الستاشر والتمنتاشر وكده يعني يقول لك البت والولد دول هادين يقعدوا جنبنا كده ما بيتحركوش ادب ايه واخلاق ايه وده اكتئاب لان ده مش السن اللي يقعد جنبك ما يخرجش مع وما اصحابه ولا لينا شاطر ولا حاجه ده كده يقول لك ده متربي تربية عالية قوي يقعد جنب ابوه وامه ما يقومش ودي بداية المصيبة لانه هو ده عنده اكتئاب ممكن الولد بعد شويه يجي الجيران تقول لك ايه يا عم سيب ابنك يتحرك لكن لو كانت بنت يا سلام على الادب خليها جنبك بقى فتدخل في اكتئاب بحق وحقيقي دي شكل شكل تاني اللي هو لما يكبروا بقى ويبقوا متجوزين وحاجات كده فتبدا مثلا زوج وزوجه مختلفين مع بعض فتكتئب او هو يكتئب فيتقال له ايه يا عم زي ما حضرتك قلت كده انت عندك نعمه انت متجوز ومخلف قوم صلي بس
قوم كده احمد ربنا على اللي انت فيه. ما فيش مانع ان احمد ربنا بس انا مكتئب يعني، بس واحد عيان يعني واحد ايده مكسوره انا بحمد ربنا بس لازم اروح اجيب عالجني يعني هعمل لها ايه يعني. فالناس بتتعامل مع الموقف بالاستهانه وكان المكتئب ده مش حاسين بيه. يعني انا في حياتي فاكر يوم الدكتوراه بتاعتي كان المعلومات الاولى عندي اني مش هعدي في الامتحان ده. وجاء رئيس القسم عندي قال لي سيبني لغايه بالليل احنا بنتشاور في الموضوع ده. انا من الظهر لغايه الساعه 11 12 اكتئبت وكنت حاسس ان في جبل على صدري مش عارف اتنفس. كانت ساعات صعبه جدا عليا لغايه لما الراجل كلمني الله يرحمه قال لي لا انت نجحت الجبل وقع. وده ايه؟ دي معاناه 7-8 ساعات الشحال بقى اللي عايش بيها. فده انا بعذره جدا لاني حاسس قوي بالازمه بتاعته لاني جربتها 7-8 ساعات الشحال هو اللي عايش بيها. فدي قصه ثانيه. نيجي بعد كده بقى نقطه مهمه وخصوصا ان كان يوم واحد في الشهر اللي هو الاحتفال السنوي للمسنين. حقيقي مظبوط. مرضى الديمنشيا او اللي هو يعني ان المخ فيه مشكله وبعد كده اشهرها الالزهايمر بيبدا بالاكتئاب. المرض ده يبدا بالاكتئاب. فالناس تقول لك ايه ده بركه وقاعد معانا. هو ابتدى في اول سلمه. لو لحقناه في المرحله دي تفرق سما وارض في علاج الالزهايمر. هو فجاه كبر اللي مش عايز ينزل يزور قرايبه ومش عايز يخرج يقعد مع حد. خلاص يزول نشاطاته بالظبط فيقول ده خلاص بقى يعني انعزل يعني بقى بركه في البيت. انعزل دي معناها اكتئاب قد يؤدي الزهايمر. ده هيؤدي دي اول خطوه. دي اول خطوه. تصور بقى ان قهوه المعاشات ده نوع من الوقايه لمرضى الالزهايمر لانه بينزل ويلعب طاوله ويشيش ولا مش اي حاجه كده. يشوف الناس. بيشوف الناس ويتكلم معاهم وعملتوا ايه امبارح وقريت ايه في الجورنال. يعني الناس اللي على المعاش او اهالينا اللي في البيوت. لا أيوة. انزل وتفاعل واقعد مع الناس. فشوف بقى يعني دي اشكال الاكتئاب في المراحل العمريه المختلفه. وكل واحده بنفهمها غلط. وبالتالي المريض هنا بيتنقل للخطوه اللي بعدها. أيوة. وهم الناس مش واخدين بالهم منها يعني. طيب ايه اكتر الفئات اللي حضرتك شايف ان بدا بالفعل يشيع عندها الاكتئاب؟ المرحله الوسطيه من هتقول مثلا من 20 لغايه 40 دي الاعلى في الاكتئاب. دي مرحله الانتاج. ما هو دي بقى المشكله. عشان كده الاحصائيات بتتكلم على ايه؟ ان مرض الاكتئاب هيكون اكثر معوق للانتاج في العالم. لان هو بيضرب الفئه المنتجه بشده من 20 ل 40 قمه الانتاج والعطاء يعني. هو ده يعني منتهى الكفاءه بتقف. وبالتالي بيبقى معوق جلق ضخم جدا للانتاج. الناس بتتوقع ان المستريح ماديا اللي معاه فلوس اللي متنعم ومتبغدد او الست اللي متبغدده اللي جوزها مهنيها دي ناس ما بيجيلهاش اكتئاب. هو الخطا ده شائع بس يعني من ضمن الحاجات المهمه يا عمرو يعني انا بعالج ناس فقراء جدا واغنياء جدا. ناس مش متدينه ومشايخ واساوسه. يعني رجال الدين حتى بيجي لهم اكتئاب. اللي هم يعني قريبين جدا من ربنا. الروحانيات عاليه. قوي لكن لما بيحصل خلل في الماده الكيميائيه في جسمهم بيحصل لهم اكتئاب. فده مش بايده، اكن واحد ايده اتكسرت. ده ما هوش متدين قليل ولا حاجه. ده قصه ثانيه خالص. دكتور عظام ممكن ايده تتكسر. بالظبط يعني. فهنا الفكره كلها انه الفئات دي محتاجه ان احنا نشوفها كويس ونراعيها كويس سواء غني او فقير. ملهاش علاقه. يعني ساعات بيبقى مثلا في ناس اغنياء عندهم مصانع ودي بشوفها بس عنده منافسه ضخمه جدا. صح. في حاجتين، اولا ينافس مصنع تاني وينافس ان هو يبقى في السوق. فتلاقيه ليل نهار مكنه شغل. مش عارف يقف ومش مستمتع بحياته، بعد شويه يكتئب رغم ان هو ثري جدا ولكن عنده معوقات في حياته بتخليه مش مستمتع بحياته خالص. وبالتالي بيدخل في الاكتئاب. طيب بنشوف ناس كده ايه حتى على الفيسبوك بتكتب كده تقول لحضرتك ايه ده البيت الهادي ده انتوا شايفين الناس دي هاديه او الشخص ده هادي ده ماشي بالدواء الفلاني
دواء في الوهاب مضادات الاكتئاب. بدا يشيع عند الناس فكره ايه، والله انا كنت تعبان شويه مكتئب فخدت الدواء فلان الفلاني، خدت كورس كده مش عارف اسبوعين ثلاثه والدنيا بتتحسن. فكره ان الواحد يعالج نفسه بنفسه في المرض النفسي ده صح ولا غلط؟ خطيره طبعا، بس هو على مستوى العالم في ناس كتيره قوي في مصر طبعا، يعني العالم بتاعنا في مصر يعزوا قوي صرف الادويه لبعض. ايوه مظبوط. ودي فيها اشكاليه ضخمه جدا في ادويتنا احنا بالذات، لان في مثلا ادويه بتزود السكر جامد، في ادويه بتؤثر على الكبد والكلى، في حاجات كده. فما ينفعش انك انت تاخد دواء كده من حد وخلاص، مش دواء برد يعني. بالظبط بالظبط. يعني هو في الحقيقه دي موضوع شائع لكن ربنا ساترها معانا، ان هم الناس بيتداولوا الادويه وخصوصا ادويه القلق والاكتئاب والمنومات وبتعدي، لكن في بعض الناس بتقع مننا في النص وما بياخدوش بالهم بقى ان هم وقعوا، ان هو وقعوا حد في الطريقه. يعني ابسط حاجه يا عمرو، يجي حد مثلا يقول لك انا عندي صداع، خد اسبرين يا عم. فيعمل له قرحه في المعده، لو كان عنده الراجل ده قرحه وخد اسبرينه هيعمل له نزيف، مع انه حتى يعني قرص اسبرين. فهم الناس بتاخد الموضوع كده باستخفاف، وبالتالي الادويه دي خطر جدا. ومثلا من ضمن الحاجات المهمه ان احنا عارفين ادويه الاكتئاب مثلا بتاذي جدا المعده، فلازم ندي قرص الاول ونقعد مده شويه لغايه لما المعده تاخد عليه، وكان زوده تاني. يعني في عندنا وسائل تانية حتى في العلاج غير ان هو يروح واخد قرص بلعه كده وخلاص يعني. طيب يعني كخبراء طب نفسي شايفين الرجاله بيصابوا بالاكتئاب اكتر ولا الستات؟ النوع اللي هو المزمن ده الستات اكتر، لان الرجاله منكده عليه اللي هو العقلي، لا اللي هو الوسطي ده، اللي هو الوسطي اللي هو مش مبسوطه على طول نكد نكد، يعني ده الستات اللي بيتضربوا فيه. يعني البوز ده ممكن يكون اكتئاب؟ طبعا فعلا. طبعا طبعا، ده اكتر الستات. اما العقلي اللي هما بينتحروا مش عارف ايه، الاثنين زي بعض مفيش فروق بين الاثنين. يعني نقدر نقول ان الستات في النوع الوسط ده اللي هو طول الوقت متضايقه ومش مفيش حاجه بتسعدها والكلام ده، ده ستات اكتر من الرجاله. ستات اكتر من الرجاله، لان الستات مضغوطه جدا في مجتمعنا. يعني هما الراجل مش مضغوط، هقول لك يعني ايه في الدنيا كلها. انت عندك الستات في الجهاز المركزي ده للاحصاء حاجات كده ليها علاقه بالفلوس والكلام ده. قال لك ايه بقى يا سيدي؟ قال لك التلتين الاسر المصريه بتعتمد على الستات. يعني في اسر تلت الست دخلها اكتر من الراجل، لو هي اللي بتصرف هي الزوج مش قادر، هي التلت اكتر يعني دخلها اكبر، دخلها اكبر. التلت التاني الاتنين قد بعض، التلت التالت الراجل اكتر. فانت عندك تلتين اسر مصر معتمده على الستات. كويس كده؟ بتنزل تشتغل ترجع بقى في البيت، طبعا لازم تكون طبخه وموضبه، وممكن الاكل ما يكونش عاجب وتاخد على دماغها وتقعد تذاكر مع الاولاد، واحيانا بتودي النادي وترجع مش عارف من التدريب، والراجل ما بيعملش حاجه من دي خالص الا ما نظر. يعني الرجاله اللي بتساهم في ده قله بالنسبه للست. وبشوف بقى بعيني حاجات كده، ان الراجل ممكن يكون قاعد في البيت ومراته تنزل تجيب العيال من الحضانه وترجع. ايوه يعني هو قاعد، انت قاعد بتعمل ايه يا عم انت؟ ساعد يعني، اعمل حاجه يعني، مش عيب انك تنزل تجيب ولادك وترجع يعني. فتجد ان عليها ضغط عالي قوي حقيقي، فهنا تعرضها للاكتئاب اعلى. هو بينزل الجيم حلو قوي، ينزل مع اصحابه حلو قوي، فحتى الضغط اللي عليه الصبحيه بيتهوى منه بالليل. فهم الستات اكثر عرضه في الاكتئاب ده. طب دي معلومه كويسه عشان الناس اللي يقول ده انا ما اعرفش بقى لها فتره منكده، بقى لها فتره متضايقه على طول، مش عارف ايه، دي بتتدلع، ده كذا ده كذا، يبقى عارف ان قد تكون زوجته بتعاني من اعراض الاكتئاب. طبعا عشان كده مهم قوي يا عمرو ان الراجل والست يقسموا الشغل بينهم. يعني انت مسؤولياتك ايه وانت مسؤولياتك ايه، والاثنين يبقى قاسمين الشغل بالنص. صح، بحيث ما حدش يشعر بالغبن او بالظلم من ان الطرف الاخر واكل حقه او ظلمه معايا، مفروم في الحياه يعني. ايوه. طيب انا عايز بقى نصايح من حضرتك دكتور هاشم في ظل ظروف الحياه اللي احنا شغالينها، يعني الناس كلها يعني
كله شغال، والبيت والولاد والمستقبل والأعباء اللي احنا بنحملها لنفسنا أكتر من اللازم. أيوه. إزاي نقدر نخفف من وطأة الاكتئاب اللي قد يصيب البعض، أو يعني نحمي نفسنا منه يعني إن شاء الله؟ كويس. هو الاكتئاب معناه إن هو حد بيحصرك وبيخليك مش شايف حلاوة الدنيا بره. من الحاجات اللي فيها علاج ذاتي، هو في عندنا ثلاث حلقات في سلوكنا. حلقة الشخصية بتاعتنا، فأنا ممكن أمارس الرياضة والثقافة والفن. كويس. دول حاجات فيها خروج عن الخطوط السوية كده، اللي بتخليني أبقى مرن في حياتي، عندي قدرة على تقبل نفسي والآخر. دي حاجة، دي يعني دايرة يمشي لو مش هيروح نادي ولا طبعا ينزل يتمشى. دي أول دايرة. الدايرة الثانية الأسرة والمجتمع، أبدأ أحسن وأشوف علاقتي إيه بأهلي. وأنا كنت شايف النهاردة عاملين أنتوا حاجة عن العمل التطوعي. مظبوط. وإزاي الناس تشتغل فيه. فهنا هنا بطلع من نطاق نفسي إلى نطاق الأسرة ونطاق المجتمع، وبعد كده النطاق الأخير ربنا. إن أنا أحسن علاقتي بيه وأحمده على اللي أنا فيه. فهنا في حاجة مهمة جدا مع ربنا اسمها القدر. نعم. أنا دايما بستشهد بقصة سيدنا موسى والخضر. نعم. عليه السلام. في حدث اللي هو بتاع المركب الخرم ده. مظبوط. دي حدث مؤسف، لكن شفت نهاية سعيدة ليه. أكيد. إن ربنا أنقذه من واحد هيخطفه. مظبوط. في قدر الأطفال، الولد اللي اتقتل ده. أيوه. الغلام. هنا ولد أمه قاعدة فجأة إن في واحد جاء قتله ومشي. هي حزنت على ابنها. وهتعرف بقى في الآخرة. إن ربنا أنقذها من الطفل ده وداها ولد صالح. مظبوط. فده القدر ده، هي مش عارف، ما عرفتش إن المصيبة دي. أيوه. كان ليها عائد. فلازم الواحد يبقى عنده ايمان بربنا ان ربنا يعني هيبدله خيرا. بالزبط. شفنا قبل حضرتك ما تنضم لينا نموذجين. طبعا. سيدات شالوا العبء منهم، سيدة أميرة بنتها عمر سنة ما شافتش والدها. خالص. قعدت 23 سنة تربي وبنتها النهاردة ما شاء الله اتخرجت كلية الشرطة. فده النوع التاني. النوع التالت بقى اللي هو ربنا بيرتب لك، اللي هو بتاع الجدار ده، ان في اتنين ماشيين وراجل حاطط كنز تحت جدار مهدود. والناس ما وكلتهمش، وقال له طب ما دام ما وكلناش ما نسيبهم. صح. لكن قال له انا هبني الجدار. اقاموا الجدار. وجم الشباب دول كبروا لقوا الكنز. نعم. هم ما عرفوش كل ده. القدر ده كله ما يعرفوش، لكن ممكن تتوقع دايما ان ربنا شايل لك قدام الخير. ان الخير جاي، يبقى الخير جاي. نظره التفاؤل مهما. أيوة. كانت المشاكل. ايوه. حتى لو في مشاكل في الاكتئاب يعني. بالظبط. يبقى في امل. برضه نظره امل قدام. نعم. اوكي. نعم. فهو ده. نعم. احد الوسائل اللي تخليك دايما عندك رغبة انك تكمل. نعم. الحقيقة دكتور هاشم انا متشكر جدا لوجود حضرتك معانا، ودايما اللقاء بيبقى فيه طاقة ايجابية كده، والواحد بيبقى خارج مبسوط من اللقاء مع حضرتك. الله يخليك يا عمرو. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ دكتور هاشم بحري، استاذ طب النفسي بجامعة الازهر. شكرا جزيلا، وكل عام وحضرتك بخير. وانت بألف صحة وسلامة. شكرا جزيلا لحضرتك. واستاذكم نخرج لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله الكاتب الصحفي الاستاذ وليد طغان هيكون مشرفنا. ارجوكم خليكم معانا. طفرة غير مسبوقة تشهدها محاور وطرق مدينة شرم الشيخ، سواء الداخلية منها أو الخارجية أو المؤدية لها، وهو الأمر الذي غير من شخصية شرم الشيخ وأضاف إليها رونقا بديعا ورائعا. بأطوال تقدر ب 666 كيلومترا تم تنفيذ أعمال الطرق في مدينة شرم الشيخ على ثلاث مراحل متنوعة وبإشراف كامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلا عن زراعة مئات الآلاف من الأشجار اليانعة على جوانبها لتتحول شرم الشيخ لمدينة خضراء. عمل التطوير دي تقسمت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان تم فيها إنشاء طريق النفق شرم الشيخ بإجمالي طول 340 كيلومتر، والطريق الأوسط في مدينة شرم الشيخ بطول 12 كيلو. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، ودي اللي تم فيها تطوير أو تنفيذ طريق الدائري في مدينة شرم الشيخ بطول 26 كيلو، وأعمال تطوير طرق مدينة الرويسات في شرم الشيخ بطول 32 كيلو.
اما بالنسبه بقى للمرحله الثالثه ودي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي استعدادا لمؤتمر المناخ، ودي كانت بتقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني هو تطوير او انشاء محاور جديده بطول 47 كيلومتر في منطقه في طرق شرم الشيخ باجمالا، طرق 47 كيلومتر، واتقسمت برضه ل 23 كيلومتر من اعمال توسعه ورفع كفاءه طرق قائمه، واعمال توسعه او رفع كفاءه طرق على وضعها الحالي بطول 36 كيلومتر. أعمال الطرق شملت تنفيذ عدد من الطرق الجديدة إضافة لعدد من الكباري وإعادة إنشاء لطرق قائمة بالفعل مع توسعة بعضها ورفع كفاءتها لتتوافق وأعلى معايير الجودة العالمية ووفقا للكود الهندسي المصري وبمتابعة كاملة لكبرى المكاتب الاستشارية المصرية. كم توسيع كل الطرق بحيث انها تتسع او تبقى تشيل اكبر كثافه مروريه تقدر تشيلها، وبخصوصا طريق مدخل شرم الشيخ، بحيث ما هو الطريق نفسه زاد عرضه بدل الطريق القديم اللي كان عباره عن حارتين في بعض القطاعات لحارتين وحارتين، بقينا بنخش اكتر من 5 حارات و5 حارات. وقبيل أسابيع قليلة من انعقاد قمة المناخ COP27 وصلت نسبة تنفيذ أعمال الطرق لحوالي 95%، بما تشمله من أعمال حفر وردم وتبطين بالخرسانة ورصف وتخطيط وغيرها، لتظهر شرم الشيخ بشخصية جديدة وجذابة تسر الناظرين والضيوف والزائرين. من مصر طارق أحمد.